كما راكم تشوفوا راني عاود وليت البارح كنت كونفوكي واليوم راني انفيتي. عجبني الحال صافا لاباس الحمد لله بيان. نتوما راكم لاباس، فطرتوا مليح، ريحتوا صحيحتكم لاباس، قهويتوا درتوا اتاي تقلابز شويه الله غير الحمد لله رانا كاع الله يحل ايامتنا ان شاء الله. بون جيت نقول لكم بلي ان شاء الله كنا عجبناكم وكنا خفاف عليكم كاع طيله هذا شهر رمضان، وجيت نقول لكم بلي صحه عيدكم، تقبل الله منا ومنكم وعقوب العام الجاي ان شاء الله في حياتنا وفي حياة كاع الجزائريين والأمة الإسلامية إن شاء الله. وإن شاء الله نعيدوا توجور منه نقعدوا متلمين، وإن شاء الله نوعدوكم ثاني يكون كاينة فيها خدمة إن شاء الله جاية من الحسن أحسن. اللي عجبناهم ما شاء الله ربي يبارك، واللي ما عجبناهمش نقول لكم باللي إن شاء الله يعطونا فرصة واحدة أخرى نزيدوا نعطيكم حاجة تجدد، وربي يعطينا غير يطول الصحة برك والعمر، ونتلاقوا في ساعة الخير إن شاء الله ليكيب، ويعطيكم الصحة وصافي بليزير. ودعوا لنا معكم بدعوة الخير، لاخاطر دعوة الخير هي اللي تمشي. أنا دخلت صاحبو هذاك البيلوت يعني استرقافوش ولا مزير روحه هكذا، قلت له دلنا عليا مالي، قلت له خفت يرد عليا. فوق نفهمك شاف، هذيك على 11 تاع النهار، أنا كنت راقد. باش تكون كراقة كريم والدبوس كراقة كيف تقربة عتاية وانا راقة ايا فما انا ايا طلعت لي حاجة قلت لي يا ودي صح صح خليك منه، قلت لها نحي يدها نحي عجوز عجوز اي باهي نحي تقاشر قوشي علي طرد ريفون وقلع شبخ بخ بخ ايا نحي القنطار نحي لونغواز نحي الى اخره الى اخره الى اخره ودي بركا نحي يدك كيف ندير فوتوكوبي للناس من منو على بالي بني من منو واش راك تحول قلت له انت يا كيف قال لي انت يا شكون يا كيف انت جد دغدغ جا حتك بني الغمات جا جيبوا لي كاسبا جيبوا عيطوا لي يما عيطوا لي يما يا سيدي عيطوا لي يما راح نجي في روحي عيطوا لي يبا قلت له كيف درنا قال لي جي انا ناكل الداند هو حكم عليه الداند جا المقطع خير على جال الداند عيطت له فف حيرك تكملها منه عيطت له فف داند هاي من بعد جالي هذاك تاع اللي يخدم شغل لي سته في الكونطوار هذاك اللي يخدم نهار ويروح ما يعرفش شكون انت يا تبعث لي انفيتاسيون من بعد واش كتب لي كتب لي سي في في سافا بي يا واش راك تحول على بالي ايه على بالي ياك يقول لك اخبار يجيبوه التواله التوالى اللي كانوا جايين هما اللي ما تدوش كتب لي كتب لي سي في في صافا بيان يا واش راك تحوس واش راك سي في قاعد يتفرجوا كاين اللي هربوا كاين اللي هربوا ما قدروش يشوفوا وكاين ما تدوش قال لي صافا سي سي في بيان يا واش تحوس وش راك انا قبضت هنا يا غلا ايوا دعوا البرق اروح منا اروح منا اروح يا لا يا لا مزج معنا مزج انا مريض انا ما ديروش عليا انا مخلخل انا مهبول انا مخبوط في صور عليا انا 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 در النخله انا هو النخله انا هو لي شفا فا فا لي هذا لي هاك انت تعرفني لا يا ما ادوش اكتب لي شاف اكتب لي صبا بيا صبا يا واش تحوه مسني متري سابس قال لي صاحبي انا قبلك شو شن شي كيف هدر معايا كذا نحيت حاشاك وحاجة قبل شاف يا الله ماني عارف شاكا شكون انا والله ماني عارف شاكا شكون انا ونرقدها في الفياراج رقدها زوج ثلاثة ونرميها تحت الطوموبيل ونروح نتكرط تحت الطوموبيل
اي ما ادري ايش يقول لي. قال لي صفيان شتو يا كيف هذا صفيان انك تشوفينا كي جيت هضره مع جوزها في الدار قدام سيبت قاندي لا غير هاك معايا بتعرف قدام وبعد قال لي ايش يقول لي. قال لي صفيان شتو يا وش بيه دوك يقول لي جا مع باريس انا حبك يشوف مال هذا وقف على رجليه وبرا شغل حاب يبكي على بالك شغل يجيني الدمعه شغل شغل نحش لو بو دو شيلم